بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن حضمة ديناصور مثل ما تلاحظون، تم دراستها وتشريحها تحت المجهر التشريحي مثل ما تلاحظون. طبعا المجهر التشريحي عبارة عن مجهر يستطيع تكبير الحواف الخارجية من العينات، والتشريح الداخلي أيضا في بعض المجاهر يعني التشريحية مثل ما تلاحظون. هذه العينة عبارة عن عظمة ديناصور، عبارة عن النخاع العظمي الداخلي، جزء من عظمة كانت قديمة لا يقل عمرها عن 60 مليون سنة. طبعا هذه العينة تم دراستها تحت المجهر وتشريحها واكتشاف خلايا دم متحجرة عمرها لا يقل عن 60 مليون سنة، ترجع إلى أحد الديناصورات. وطبعا هذه الخلايا يعني متواجدة في هذه العينة كونها يعني من صلب النخاع العظمي مثل ما تلاحظون، في نقط كثيرة جدا عددها لا يقل عن 200 نقطة. هذا جزء من النخاع العظمي الداخلي للعظم. طبعا هذه عينة يعني ممكن يعني حفظها التاريخ لنا كي نعرف يعني نوع الخلايا المتواجدة في هذه العينة. طبعا الخلايا حصل لها نوع من أنواع التحجر أو استبدال هيكل الخلايا بذرات المعادن، مما سبب احتفاظ للشكل الخارجي للخلية مع الخواص الأخرى مثل ما تلاحظون. أنا أنصح يعني الباحثين وعشاق دراسة علم العظام وعلم الحفريات بدراسة علم الحفريات، لأنه صراحة علم موسع وكبير جدا. ويعني لعشاق التنقيب في الحفريات يعني، أو دراسة الديناصورات أو علم المتحجرات، صراحة علم ممكن تستمتع فيه بنسبة كبيرة جدا. يعني كوني دراستي أنا آخر 9 سنين أكثر من 8000 عظمة، يعني صراحة كان شعور ممتع واستمتاع كبير جدا مثل ما تلاحظون. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس جديد.